متى لبنتها خلقانة وبتمها مع الأدهب ما بصير. البنت بدها تتعلم الطاعة من هي وصغيرة، بدها تتعلم تسمع الكلمة. البنت بكرة بدها تتزوج إنسان غريب ما بتعرفه مين هو. إذا البنت بس ربيانة على الهاي والباي واللي بدها إياه بصير عندها، وما بتلحق تهبل الكلمة بتمها، يصير عندها كل شيء وصار عمر 20 سنة هي مسيطرة على البيت، هاي ما حتتحمل يجي زلمة إلا الصبح يلا حضري لنا بدنا ناكل. قلت له حبيبي روح عند المامي طعميك، أنا هون بس بتفرج وبعطي أوامر.